نقدم بين هؤلاء نموذج من أهم النماذج وأعظمها وأكثرها حبا وانتماء وولاء. وأنا أكرر هذه الكلمات قاصدا. ولذلك لما جامعة القاهرة يسعدها في إطار احتفاليات اليوم وبحضور السيد الوزير معالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار الذي له كل الشكر وكل التقدير على رعايته لهذا الحدث ولكل أنشطة الجامعة جامعة القاهرة والجامعات المصرية. من معالي هذا اللقاء إن شاء الله إن جامعة القاهرة تمنح درع الشخصية المتميزة عن عام 2018 لسمو الشيخ سلطان القاسم، وده إن شاء الله يكون في نهاية الفعالية. بين لقائين سمو الشيخ شرفنا العام الماضي منذ سنة، واليوم شرفنا العام لسنة في جامعة القاهرة. في هذه السنة تغير جزء كبير من وجه جامعة القاهرة ومضمون جامعة القاهرة، لأنه تم إنجازات كبيرة جدا في إطار منظومة التعليم العالي ورؤيتها التي تحكم مصر كلها. إحنا في خلال سنة استطعنا أن ننشئ 124 بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه جديد، 124 تطوير واستحداث 31 معمل. بدأنا العمل في المعهد الجنوبي الذي كان العمل متوقف فيه لمدة 10 سنوات بدعم من سمو الشيخ سلطان، اليوم بدأ العمل، وده سيزود الطاقة الاستيعابية لمعهد الأورام بنسبة 30%، يعني عمل ضخم وعظيم. أيضا في خلال هذه السنة تغير وضع جامعة القاهرة من حيث الشكل، المرحلة التي تم ظهورها في الحرم الجامعي بمناسبة حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تغير مع وضع القبة والساعة وهذا الجزء المحيط من الحرم، وواصلنا تطوير الحرم أيضا في المرحلة الثانية اللي شملت كلية الآداب للمباني الأثرية، كلية الآداب والحقوق، وأيضا تلك المدينة الجامعية.